نحط فرضية الانتخابات بعد 24 ساعة، فالهيئة نفسنا كأنما احنا في حالة انذار كامل فيما يخص تذليل كل عقبات. تعهدات من الكاظم لأعضاء مفوضية الانتخابات بتذليل المعوقات التي يمكن أن تعرقل عمل المفوضية، فإجراء الانتخابات بات من أهم التزامات حكومته في الموعد الذي ضربه رئيس مجلس الوزراء، ويبدو أن الرجل عازم على تنفيذ هذا الموعد كخطوة لتحقيق أهم الأهداف المطلوبة من حكومته. ومن تلك الزاوية ينظر متظاهرو ذي قار إلى خطوات حكومة الكاظم. قانون الانتخابات لحد الآن لم تعقد جلسة للبرلمان من أجل التصويت وإنهاء هذا الملف المهم الذي يعد من أهم المطالب، بل هو المطلب الأول الذي خرجت به ساحات التظاهر. في المقابل ما زال المتظاهرون يفترضون أن جدية حكومة الكاظم في كل ما تقوم به متوقفة على الإيفاء بالمطلب الأول وهو الانتخابات المبكرة، لكن وضع المسار على السكة الصحيحة لا يتم إلا بإقرار قانون انتخابي ينسجم مع أهداف الحراك الاحتجاجي في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة. نحن مقبلين على انتخابات في شهر حزيران من السنة القادمة، لذلك وجب على حكومة الكاظم وعلى مجلس النواب أن يعملوا بجد من أجل إقامة انتخابات عادلة وفق الأصول والأسس والمعايير الدولية حتى نخرج من أزمة الثقة بين المواطن العراقي وبين الحكومة. وبوصف حجم التصعيد ومشاهد الاحتجاجات الدامية وإصرار المتظاهرين على تحقيق المطالب، يحذر مراقبون من مغبة الالتفاف وتسويف ملف الانتخابات، ما يعني عودة مشاهد العنف إلى الواجهة مرة أخرى. أي محاولة من الكتل السياسية تأخير عملية تعديل فقرات قانون الانتخابات وتأخيرها بالكامل، يعني طبعا هذا الموضوع راح يلهب ساحات التظاهر، لا سيما ونحن قد شاهدنا خلال الفترة الماضية تظاهرات كبيرة جدا في ساحات التظاهر تطالب بحسم هذا الملف من أجل التهيئة للانتخابات المقبلة. ولا تقف التحديات التي تواجه الكاظم عند موعد إجراء الانتخابات وإقرار قانون انتخابي جديد، فقانون الأحزاب السياسية والمال السياسي ودوره في الانتخابات فضلا عن السلاح المنفلت تحديات أخرى تواجه مسار حكومة الكاظم. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في.